بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الدين. غفر الله لكم أيها الإخوة الكرام، وتقبل الله أعمالكم. مسائل صلاة الآيات. على من تجب الصلاة؟ الصلاة واجبة على كل مكلف. اللي قلنا له أنت واجب عليك صلاة الصبح، نقول له أنت واجب عليك صلاة الآيات. عدا الحائض والنفساء، لو أن امرأة حصل وحدث الكسوف أو الخسوف وهي في الحيض، ذاك يوم في العادة، فهل يجب عليها القضاء أم لا يجب؟ لا يجب القضاء عليها، ده ما دام ما كانت طاهرة، لم تكن طاهرة في وقت هذه الآية، الخسوف أو الكسوف أو غيرها، موضوع ابتلاء كالزلزال أو غيرها، لا يجب عليها الآن لأنها بعد مو طاهرة، ولا يلزمها القضاء حتى بعد أن تطهر. زين، ولا فرق في وجوب هذه صلاة الآيات بين أن يكون جزئي أو كلي. كثير من الناس عنده اشتباه، يسأل كلي لو جزئي. انزل ليش تسأل؟ قال إذا جزئي مو واجب الصلاة. من يقول لك مو واجب الصلاة؟ ماكو فرق بين أن يكون كليا أو جزئيا في وجوب الصلاة. صحيح عندنا بعض الجزئيات بنمر عليها في الليالي القادمة، لكن مو من البداية. باكر بصير يوم الجمعة بصير الخسوف جزئي، إذا ما احنا مصلين لأنه مو واجب. واجب ويجب عليك أن تصلي. زين، بارك الله فيكم، وصلى الله على محمد وعلى الطاهر.